بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتدي، ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا ولا هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله لا يفتن. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اللهم افتح علينا نعمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض ke alam masyarakat, antara dengan kita memberikan
fikir majlis manajemen. Hadir di majlis manajemen ini adalah syarat-syarat ucap apa? Syarat-syarat ucap yang terakhir untuk kita menambahkan pengalaman, story untuk menjadikan sebagai bekalan untuk kita bawa ke alam akhirat. Dulu-dulu mati selalu memperingatkan dalam sebuah kedua. Kalau Allah dalam mengingatkan, tapi memperingatkan dalam sebuah kedua. Kedua, ketahuilah tuan-tuan bahawa dunia ini tempat tinggal yang sementara sahaja. Akhirat itulah tempat tinggal kita yang kekal selama-lamanya. Dan puan-puan, masyarakat yang mengulang, saya mengambil sedikit kesempatan untuk memberi